اشتهر بالحكمة والفصاحة والقضاء، ينسب له الكثير من الأشعار والأقوال المأثورة. يعد رمزاً للشجاعة والقوة، اتصف بالعدل والزهد. هو أول من أسلم من الصبية الفتيان، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن بين الستة أهل الشورى. يعد من أكبر علماء عصره فقهاً وعلماً، لما لا وهو باب مدينة العلم. رواياتنا اليوم مع الصحابي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رابع الخلفاء الراشدين. هو علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. هو أبو الحسن والحسين. قبل الإسلام لم يسجد لصنم طيلة حياته. أسلم صغيراً وتربى في بيت النبوة، كان ملازماً للنبي أينما ذهب. لم يتردد الصحابي علي بن أبي طالب في إسلامه في بداية الأمر من تربيته في بيت النبوة. نعم، سيدنا علي كان يتربى في بيت النبي أيضاً، لأن لما حصل نوع من المجاعة في قريش، وكان أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العيال، فأراد النبي أن يرد له جميل تربيته له، فأخذ منه علي ليربي عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربى سيدنا علي. علي بن أبي طالب واحد من كبار الصحابة وأحد الخلفاء الأربعة وأحد المبشرين بالجنة، وهذه نتائج لأعمال وأفعال وأقوال. سيدنا علي كان يعني مصطفى من عند الله، أنه اختار له بيت النبوة ليتربى دونا عن أبناء أبي طالب كلهم، ثم كان مصطفى أيضا لأنه اختاره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجا لابنته، وأن يكون في صلبه نسل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كرامات كبيرة. عرف علي بن أبي طالب ببراعته وشجاعته وقوته في القتال. لماذا لم يطلب النبي من الصحابي علي بن أبي طالب أن يهاجر للمدينة وأن يبقى في مكة؟ طلب منه هذا الطلب ليرد الأمانات إلى أهلها، حيث كان بيتصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة، فكان أهل قريش والمسلمين بأنهم بيتركوا أماناتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ده بثقته في ده بيدل على أن ثقته في علي بن أبي طالب أنه كان أدى الثقة وأدى المسؤولية أنه يقدر أنه يتحملها. هل كان هناك خلف هذا الأمر يعني مهام مهمة ثقة كبيرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أمانات، أغنياء قريش كانوا يدعوا عن النبي لأنه هو الصادق الأمين في قريش معلوم، فكانوا يدعوا عنده أمانات كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار سيدنا علي أن ينام في فراشه ويتغطى ببردته، حتى إذا نظروا من شقوق الباب علموا أن النبي ما زال في فراشه فيهدأ، وطلب منه أنه يؤدي الأمانات ثم يلحقه إلى المدينة. في مقتبل العمر اتخذ الصحابي الشاب علي بن أبي طالب عدد من المواقف الحازمة والحاسمة لأي شاب في الموقع ده، وكمان اختبارات شديدة. من أهم مواقفه ومن أولاها فدائه بنفسه، فدائه للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ومبيته في مكان الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي تآمر فيه المشركون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبقائه ثلاثة أيام وإطاعته لأمر الله في تأدية الأمانات، ثم بعد ذلك لحاقه بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الجهاء وتورم قدميه وكذا وكذا، يعني فهذه من المواقف التي دلت قوية. نعم، دلت على يعني تضحيته بنفسه في سبيل الإسلام وفي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم معروف أن لما ذهب بالمدينة آخى بين المهاجرين والأنصار. نعم. فجعل صلى الله عليه وسلم أخوتي مع سيدنا علي، فقال أنت أخي، فهذه أيضا منقبة كبيرة لسيدنا علي، فكانت أخوته بعد الهجرة لرسول الله. وهي شجاعة سيدنا علي أنه ينام في فراش النبي والفرسان تقف على الباب ربما يقتلوه، فهو كان من أشجع الصحابة، حتى أنهم كانوا يقال لا فتى إلا علي. كان علي موضع ثقة الرسول، فهو أحد كتاب الوحي وأحد سفرائها الذين يحملون الرسائل ويدعون القبائل للإسلام، واستشاره النبي في الكثير من الأمور. الجانب الإداري في حياة الصحابي علي بن أبي طالب كيف نشأ عليه؟
تربى او نشا الحكم الاداري بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، بادارته باداره الرسول صلى الله عليه وسلم للدعوه الاسلاميه ونشره للاسلام وفتوحاته الكثيره، حيث ان هو كلف علي بن ابي طالب بالذهاب الى بعض القبائل وخاصه في اليمن، وان هو دعا اليها ولنشر الدعوه الاسلاميه، وبالفعل ان هو فتح اليمن وان هو كلفه في ذلك الوقت بان هو يحكم اليمن. في موقف آخر في غزوة خيبر، وكان هناك فارس يهودي معروف اسمه مرحب، أيضا نزل الآخر وتحدى المسلمين فخرج له علي بن أبي طالب وقتله. سيدنا علي وقصته في فتح خيبر، لما فتح رفع باب خيبر ويرفعه 40 رجلا، رفعه بيده لأنه كان بالله، النبي صلى الله عليه وسلم نفث فيه من بركاته، فصار علي بالله. علي بالله وليس بنفسه. غزوة تبوك تقريبا هي الغزوة الوحيدة التي تخلف فيها علي بن أبي طالب عن المسلمين بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث استخلفه على المدينة. العلم الواسع والوفير للصحابي علي بن أبي طالب، هل كان وراء ذلك مردود ودلالات كبيرة جدا في اختيار النبي له أن يكون مبعوثه لأهل اليمن ويعلمهم؟ نعم، لأنه بعثه لليمن أن يكون قاضيا لأهل اليمن وأن يعلمهم أمور الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقضاكم علي، حتى أنه كان في القضايا المعقدة يجد فيها حكم يسبق حكمه عقل كل الصحابة. نعم. ولذلك كان سيدنا علي عمر بن الخطاب في خلافته كان لا يستغني عنه، فكان هو وزيره المقرب الذي لم يجعله يخرج مع الفتوحات في الشام وفي مصر وفي اليرموك والقادسية، بالرغم أنه هو فارس مغوار. نعم. يعني سيدنا علي إذا ما قرن بسيدنا خالد بن الوليد فيبقى سيدنا خالد بن الوليد عنده تلميذ في الحرب، فشو سيدنا إلى هذه مدرسة من الفروسية، مدرسة في الفروسية عجيبة. كان علي بن أبي طالب ذا مكانة عالية من المعرفة والحكمة، وكان من أكثر الصحابة معرفة بأمور القضاء، عرف بكرمه وسخائه. من المناقب أيضا ومن الصفات الكريمة للصحابي علي بن أبي طالب أنها توصف بالعدل والزهد والجود والكرم أيضا. نعم. حتى في فترة خلافته سيدنا علي عاش هذا الأمر كله في مع النبي، فصار وارثا لزهد النبي، ولذلك كان سيدنا علي يعني حتى في خلافته وهو في الكوفة يسمع في الليل وهو يصلي بالليل يسمع له أنين وبكاء ويقول يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري، إني طلقتك ثلاثا لا رجعة لك. علي بن أبي طالب كان لا يريد الحكم ولا يريد الخلافة، وتهرب من المتمردين الذين قتلوا سيدنا عثمان عندما أرادوا أن يبحثوا عن خليفة ليعينوه هم، فأحس علي بن أبي طالب بأنها مسؤولية ويعني ينبغي أن يتحمل هذه المسؤولية، فتولى الخلافة بعد مبايعة الناس له، لأنه اشترط على هؤلاء أن يكون الناس راضون وأن يبايعونني علنا، وهذا ما حدث وأصبح خليفة المسلمين بعد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنهما. فكان حال سيدنا علي في الدنيا يرضى بالقليل ويرضى بالموجود ولا يطلب المفقود، وكان في كمال الزهد والورع والفقه والذكر والعلم، الوحيد في الصحابة اللي كان يقف على المنبر ويقول سلوني. سلوني لم تحدث من أي حد من الصحابة يطلب السؤال هنا، يقول للناس سلوني، وكأن العلوم تفجرت في قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه في الحديث؟ أنا مدينة العلم وعلي بابها. بابها، فإذا أردت العلم فادخل من باب علي، هو باب مدينة العلم. لدرجة أن سيدنا علي نفسه يعني له أقوال تسمعها تفتكرها حديث نبوي من شدة الأنوار في الألفاظ، فهو يعتبر أفصح الصحابة بعد الحديث النبوي كلام سيدنا علي، وهو برضو صاحب مقولة إيه، أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب النبي وآل البيت وتلاوة القرآن. في العام 40 من الهجرة جاءت وفاة الصحابي علي بن أبي طالب بعد أكثر من 4 سنوات ونصف من الخلافة الراشدة، ليرحل فارس من مدرسة النبوة باب العلم بعد أن نال ما تمنى من بشرة الشهادة.